السلام عليكم. انا ام شاب مشى للبحرين بعقد عمل، وقالوا واحد المشكل وتسجن فيه واحد يعني واحد المده. ملي وقع لولدي المشكل اتصلت بالسفاره ديالنا اللي في البحرين، اتصلت بهم عن طريق البريد الالكتروني واتصلت بهم عن طريق الهاتف، ومشاو زاروه ملي كان في السجن الاحتياطي، ووعدونا باش غادي يعني يتابعوا الملف، ولكن للاسف ما داروا حتى شي حاجه. وتوجهت بعده شكايات لوزاره الخارجيه اللي حنا امامها دابا، يعني باش يساعدوا ولدي، وخاصه ولدي يعني مظلوم، ما كاينش دليل قطعي باللي فعلا ولدي يعني دار هذا المشكل. جاني جواب من وزاره الخارجيه، اللي انا دابا في هذه الحاله النفسيه يعني ما نقدرش يعني نذكر اللادات ديالو، باللي راهم يعني داروا توجهوا يعني سميتها السفاره توجهات للسلطات البحرينيه باش يديروا اعاده النظر في الحكم. ولكن للحد الان هذا جاني في 2000، هذا الجواب اللي كنهضر عليه جاني في 2015، وللحد الان انا ما جاني عليه، لحد الان ما جاني عليه حتى شي رد. من بعد السفاره يعني ملي زارت ولدي في السجن الاحتياطي ما بقاو زاروه، حتى قضى ولدي في السجن مده ديال 22 شهر، وعندي ما يثبت هذا الشيء اللي انا كنقول. يعني كما ذكرت يعني اتصلت بهم يعني عن طريق البريد الالكتروني والتليفون. انا ملي شتو كنت كنتصل يعني بالسفاره ما كانوش كيجاوبوني، وكانوا كيعاملوني واحد المعامله يعني قاسيه بالنسبه لي انا كأم، يعني ما خصهمش يتعاملوا معايا بحال هكاك، ما عرفتش علاش كانوا كيتعاملوا معايا هكا. وهذا الشيء راه كاينه عندي شكايه اللي كتثبت هذا الشيء، اللي تقدمت بها يعني لوزاره المديريه اللي تابعه لوزاره الخارجيه والتعاون اللي كتشوفوا فيها دابا. ويعني ومن بعدها من موراها جاني واحد الجواب بنيت من هذه المديريه، قالوا لي راه اسمي كيذكروا فيه يعني كيهضروا على العفو، يعني بخصوص العفو، لان كنت تقدمت لهم بواحد طلب العفو باش يساعدوني بطلب العفو، ولكن قال لك هذو هو الاجراءات اللي قدروا هما يديروا، يعني الحكم راه صدر واللي عطاه الله عطاه، واخا انا عارفين ولدك راه مظلوم وهادي، ولكن بقى عندنا ما يدار. جاني هذا الجواب من بعد ما درت هذه الشكايه. شنو تيقول لك؟ كيهضروا يعني على المسطره ديال العفو، يعني كيقول لك يعني بالنسبه للعفو راه يعني ما كيصدرش حتى تيكمل يعني النزيل ربع المده من العقوبه. يعني زدت هذه وجيت يعني قابلت مسؤولين، قابلت السيد مدير شؤون القنصليه السابق، هذه مده ديال عامين، واكد لي باللي غادي يكمل ولدي ربع المده وغادي يتقدموا بواحد طلب ديال العفو اللي صيفطوا للسفاره. وبالنسبه حتى لهذاك الجواب اللي كيقولوا هما اللي جاني يعني في 2015 وكيذكروا فيه باللي راهم يعني غادي يطلبوا داروا واحد الطلب بتخفيف يعني بتخفيف العقوبه، يعني جاني واحد هذاك حتى هو سولت عليه السيد اللي هو مسيني عليه، وراه هو عندي حاليا يعني وباقي مازال غادي ندلي يعني بهاد الاوراق هذه، وغادي نهضر يعني بالحجاج والوراق اللي هما عندي، وانا غادي ندير لهم دابا فوتوكوبي وغادي نعطيهم لكم تديوهم معاكم. قال لي راهم داروا سميتو داروا طلب ديال اعاده النظر في الحكم، لان الحكم راه قاسي بزاف وهذا الشيء اللي كاين. وولدي كان كيعاني يعني داخل السجن من الوقت اللي تحكم، يعني باختصار وانا في هذه الحاله النفسيه يعني ما نقدرش نصرح لكم كاع داك الشيء اللي عندي. وهو ولدي يعني تعرض للعنف من طرف بعض النزلاء، ما غنقولش كل شيء، وتوجهنا بشكايه يعني لوزاره الخارجيه، بعدة شكايات لوزاره الخارجيه ووزاره الجاليه، وكان يعني واحد المشكل كان وقع يعني داخل السجن، يعني ب ب ب ب ب يعني داروا النزلاء علاش انك يتعرضوا يعني للانتهاكات داخل سجن مملكه البحرين، داخل سجن مملكه قلتي اللي كتعرضوا فيه للتعذيب، ولدي منهم اللي تعرض للتعذيب ليله كامله. علاش تعرض ولدي للتعذيب؟ ولدي يعني كان يعني بسبب يعني المعامله السيئه اللي كيتلقاها يعني من طرف المسؤولين على الجناح داخل سجن مملكه البحرين، واللي هو سجن الجو، وما خصهاش تكون عنده هذه السميه، خصها تكون عنده يعني ديال التعذيب الوحشي، السجن الوحشي. وولدي ملي ضرب اضراب على الطعام تعرض للتعذيب ليله كامله. والله يرحمه
السيد قال له غادي تنزل غادي تزول التيشورت ديالك، ودار لي المينوط في يدو وفي رجليه وفي رجليه وفي رجليه وخدم عليه الكليما، خدم عليه الكليما مؤخرا مؤخرا. وانا مازال غادي نصرح بهذا الشيء يعني بالاوراق وبفيديوهات اللي هما كيتواجدوا عندي واللي هما لا من طرف السفاره ولا من ديال السجن، اللي اتصلت بالسجن واتصلت بالسفاره.